سعره كان 25 25000 يضبطها كشكليا شكل اي بشكل نفس انا وشبيه جال وجوده وكل شيء يعني شبيه صح صدق شبيه انا ماني رايح ببيع نفسها والله شوف نفسها انا بها منظر بس تمسك الاغراض والله بعدين اشتريها ب 25 ليه عشان ذا الحجر طبيعي 100% ما بهن صدق والله لا لان في ناس نفسها والله العظيم لو تشوفها تقول نفسها والله ترى زي كلام شو اسمه راعي العود الهيكلية تكلم يقول مثلا انا اشتري شيء الغالي مثلا تركه انا وانا محمد وشبيب ما لي فيه لكن هذا هو مجاله اني خليها تركه عند انا ما لي علاقه شبيب فكل واحد ومجال انا اعرف لك واحد ترى العود بعلمك العود اللي يشترونه ناس العود اللي يشترونه ناس الغالي يقصد سيئين ياهو يعني زي ما قال تركه يعني حقت فلان فلاني يشتريها او انه بيهدي العود الغالي يعني مو معقول بشتري عود كم مبلغ عالي وبروح بحطه بهذا وبخر له عدد الناس الطيبه يجيك اي مو قصه طيبه كلنا على مقدرته لكن الكلام وشو لا يا اخوي لا وش مقدرته يا اخوي اصراف هذا اشتري المبلغ بكم عشان اطيب لي كم واحد فيه لا والله لا مو قصه لا بعض ممكن انه مو عاد انا اتكلم مبلغ لا 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 صدق كل شيء يعقل بالعقل ما لا لا ما كل شيء يعقل كيف يعقل ما يعقل. يعني هذا ما يعقل انك تقول هذا بيروح بيصرف باكيد انه يروح يحطها على عود هو شيء بالعقل هذا يا رجل ترى زي بعضهم اللي شفت انت تصور له يمكن يطيبون مو يطيبون لا ما اتوقع هذيك كان فيه مشهد هم اللي قلبوه ولا ما في احد قد انتشر مقطع ان يغسلون يديهم بالعود صح الا لا فيه هذاك ترى كان مشهد هذا مشهد اللي انتشر كم مشهد اللي طلع بالتلفزيون هذاك لكن حقيقه ما في مقطع انتشر يغسل بالعود لا ما شفت ما ادري انا اللي شفت حق السمن سمن عادي مو يغسل يديه سمن يحط يده يقول حط يدك كمل يحط يدك السمن يحطون الرجل دائما على الرز ادري انا لكن هذا بدل لا يحط على الرز قال مد يدك عشان لما ياكل من الرز ولا ياكل من اللحم ما حد يحط على الذبيحه سمن لا صدق وش نكهه السمن مع الكبسه يا اخي انت ما تحب صح يا ما تخلص انت ما تبي تضيف كياك تبي تسبده تنزل انت ما تاكل صح ما قد جربت إيه ما ولا ولا قد جربت بعد اعظمين يعني انا مو مجرب لكن في غيرك ياكل انا مره من المرات رحت انا وابوي للبر طيب رحنا عند هاك الرجال جينا بدري جينا بدري يعني جينا بوقت ما يمديها حتى يذبح حلف ابوي علي الرجال هو هاله دائما بالبر والله انك قدم لنا ناكل عشان ما انسى حتى لذته حلو وهلا بالبر يطبخون جابوا لنا صحن الرز ابيض ابيض بالوسط الرز سمن زبد ولا سمن؟ اي سمن سمن زبد؟ لا سمن يمكن ودكه ودتسه ما ادري ودكه ودكه ومخ العدو تعرف لا لا اي اعرف سمن ودكه سمن اي والله سمن ورهيب وبعلمك بسالفه عاديه تقول البرحمة حنا نخيم كل سنة بالربيع زين سنويا بالربيع نخيم عطني الدلة عطني أنا بتكهوى أنا رأي طويلة أنا رأي قهوة أسلم ف كل سنة نخيم قلت زي ما قلت لك بالربيع لمدة 15 يوم 10 أيام كذا ها سنويا بالربيع بالفقع الزبيدي نخيم حولكم قريب الحفر تذكر هذيك قديمة بس سالفة شوي مو قديمة والله يمكن لها تقريبا 6 سنوات كذا 5 سنوات ونخيم قريب الحفر وحنا تونا عمالنا وخيامنا وبيوتنا يعني يبنونها العمال زين جايين بدنات ويبنونها العمال حنا تقريبا يعني 10 بيوت كذا ويبنونها العمال والسودانية وحنا نشوف المر هذاك ويبله حنا شوي قربي بروح بسلم عليه وبنستأذنه يعني انه حنا يعني بس هذا قربي وحنا نروح اركب معه حنا نروح هك الرجال لمير الظهر حاول تغدى فطور كذا زين يا ولد هم يقوموا حنا ناكل وشو قال حنا هنا ابن يعني اسمحوا انا من هذا الكلام يعني 10 ايام كذا قال الله يحييكم
بس والله ما شاء الله مطيري. والله ونعم اللحي. إيه. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. قال والله هل تأكلون؟ لا مرة ما كلين. ويعطيني ذيك اللقمة. لا إله إلا الله. أقسم بالله يا هي يا رجل. وشو ترى إدام ومرق وخبز هم سوين رهيب. فهمت؟ إيه. والله يهديك الأكلة. لا ما أدري وش هي الأكلة. بس أقسم بالله. خبز ومرق ولحم. أيوه. مو خبز زي عادي خبز رهيب 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 حط طعم لا إله إلا الله بس يا أنا أعرف هذيك ونسوي بس ذقتها من ذاك اللحظة من ذاك الرجال يا أخي أول مرة يعني لقمة واحدة بس إيه أجل عشان أنها لقمة واحدة اشتهيت لا يا أخي مو اشتهيتها يا أخي تعرف اللذع أعصاب مخي لذعت من لذاذة إيه وعنده لا كل يوم الله يجزاه خير أتذكره يجيب لنا حليب كل يوم إيه بس والله يا يعني تعرفي مبروكات ما شاء الله تبارك الرحمن مبروكات تقول تشرب لك سكر ما شاء الله تبارك وهذه الجير الزينة اي والله يا الله يا الله ما ادري عاد ما يعرفنا والله